بعد نجاحها في منطقتي معفن وبندليف، استضافت منطقة الجبار النسخة الثالثة من ملحمة حب الجنوب بتنظيم عدد من المؤسسات المدنية والأهلية وبدعم المجلس البلدي تراغن ورعاية أهالي البلدية. طبعا هذه الملحمة طبعا ملحمة ثقافية تراثية تمد بالأصالة إلى التراث الليبي والتراث المحلي، وترفع من مستوى الثقافات المحلية. هذه الملحمة طبعا تجسد الروح الوطنية في المواطن الليبي، وتعطي فسحة للمصالح الوطنية. عروض غنائية ولوحات تراثية ومحاكاة لمحبة الوطن تدعو إلى نبد الفرقة والمصالحة بين أبناء الوطن من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة. أكيد نحب نشكر الأستاذ عبد السلام يوسف دندش على هذه الملحمة التي تهدف إلى أجل السلام وحب الوطن. نتمنى يعني من كل البلديات أو المحلات الدعم لهذه البرامج التي تنشط البلاد، وأكيد نشكر الأهالي المشاركين في هذه الملحمة. بما أنه هو تراثنا يهدف إلى الأصالة والشجاعة، يعني نتمنى من كل أن يدعم هذه الملحمة. فعاليات تحث على التمسك بالتراث والعادات والتقاليد باعتبارها تمثل الهوية المحلية الوطنية الأصيلة لأبناء ليبيا وتحديدا أبناء الجنوب.